مرحبا حبايبي. اليوم بدنا نحكي قصة روضتنا. تتذكروا كيف كان شكلها للروضة قبل ما تتصلح؟ كانت مش حلوة عشان كل إشي خرب فيها، زي الخشب اتكسر والألعاب مخشطة، الحيطان كلها أبيض، كانت ريحة الحلة مقرفة، كانت صوت عالي كتير. صحيح. خلينا نحاول نتذكر مين الناس اللي ساعدونا نصلح الروضة. مظبوط. صحيح. صح، عمو المزارع. تيجوا نعمل مثل عمو النجار. مظبوط. صحيح. هو كمان اشتغل عشان يصلح الروضة وخلاها حلوة وآمنة.